هذا وأكد الباحث الاقتصادي منذر فيصل أن هناك حوالي 689 شركة بحرينية مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يدل على حجم التبادل التجاري بين الدولتين الشقيقتين. نتكلم عن 689 شركة بحرينية مسجلة في العلامات التجارية والشركات في الإمارات، نتكلم أيضا عن الشركات الإماراتية المسجلة في البحرين. نتكلم عن تعاون كبير في عدة مجالات، نتكلم عن الاتفاقيات اللي صارت في 2021 في مجال الصناعات والتكنولوجيا. هذه الاتفاقيات وهذه العلاقة اللي كانت علاقة شراكة على مدى العصور ساعدتنا يمكن في الاقتصاد البحريني والاقتصاد الإماراتي في تحريك السيولة، نعم. إن كان المستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي. اليوم نحتاج لتبادل الخبرات بيننا وبينهم، وهذا شيء موجود واللي ساعدنا أن يكون مصيرنا واحد، نعم، في الاقتصاد، والهدف أن نوصل للرؤية الاقتصادية بشكل مستدام وبشكل صحيح.